أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا ذكرنا في الحلقة اللي فاتت الموضوع بتاع الفيسبوك وازاي نأمنه. النهاردة بقى هوريلكم الجوجل اوثنتيكيتور وازاي بيستخدم. ومعلش بقى استحملوني المرة دي، انا هقوله بالتفصيل قوي وبالراحة قوي لان دي حاجة مهمة جدا. اول حاجة هنعملها او الادوات اللازمة عشان ابتدي اشغل جوجل اوثنتيكيتور، ان انا موبايلي يبقى معايا ويبقى الكمبيوتر معايا، او لو الكمبيوتر مش موجود يبقى اي جهاز اخر اقدر افتح من عليه الفيسبوك. افتحه يعني ايه؟ يعني افتحه مش من البرنامج بتاع مش من الايكون اللي موجود، لا افتحه من www.facebook.com وابتدي اخش على السيتنج اللي موجوده جوه الفيسبوك من قدام كده على اليمين فوق خالص في التول بار، هلاقي اعدادات بالعربي او سيتنج لو بالانجليزي. بمجرد ما اخش على المكان ده هلاقي عندي حاجه اسمها سيكيورتي او امان لو هو بالعربي. هخش على امان. لازم الخطوه دي لما بخش عندها يكون رقم موبايلي تم ربطه بالفعل باكاونت الفيس. طيب لو انا الاكاونت بتاع الفيس مش حاطط جوه رقم موبايلي مش هعرف اكمل خطوات. فقبل ما اخش على الحته دي اتاكد ان تم ربط رقم موبايلي. يعني تم ربطه يعني دخلت على الحته بتاع رقم موبايلي وحطيت رقم موبايلي وبعت لي رساله تاكيد على موبايل الكود، رجعت دخلته على اكاونت الفيس، كده بقى الموبايل بتاعي الرقم بتاعه مربوط على اكاونت الفيس. هتقولي طب ما كده رقم الناس كلها تشوفه. لا لا، ما انت عندك كمان اختيار اسمه اونلي مي ولا فريندز ولا بابليك. اخلي الرقم اونلي مي، ما حدش يشوفه غيري، بس كده. بعديها اخش على خطوه امان. خطوه امان دي هوريها لكم بقى في الفيديو، هنشوف عامله ازاي. زي ما احنا شايفين كده اهوت، ده الفيديو اللي بيوري لنا ازاي نعمل الكلام. اول خطوه فيه ان انا دخلت من فوق على سيتنج او اعدادات. بعديها الخطوه الاولى ان انا بربط الموبايل بتاعي بالفيسبوك عن طريق خانه الموبايل، ودخلت الرقم وقال لي انه فيريفايد، يعني تم تاكيده او ان هو خلاص اوكي. بعديها بعمل ايه؟ بعديها ارجع تاني على خانه السكيورتي واختار الاوبشن اللي فوق ده اللي هو لوجن ابروفال. يعني ايه لوجن ابروفال؟ يعني لوجن دخول، ابروفال موافقه، يعني موافقه دخول. يعني كل مره الاكونت بتاعي هيفتح لازم هيتم التواصل من اداره الفيسبوك معايا. هتتم ازاي؟ بطرق كتير. يا اما بتجي لي رساله على الموبايل بكود، فبعد ما بدخل الاسم وكلمه السر الخطوه اللي بعدها يقول لي دخل الكود اللي جالك. وانا ما بفضلش قوي الطريقه دي لان بيحصل كتير قوي ان الاسم بتتاخر. وفي اوقات لو ناس كتير زحمه على الفيسبوك او راش تايم زي ما بيتقال، الاس ام اس ممكن ما تجيش خالص غير بعد ساعتين ثلاثه. وبالتالي بنستبدلها بقى بالجوجل اوثنتيكيتور. ايه بقى الجوجل اوثنتيكيتور ده؟ هو برنامج بننزله من على المرض او من على المكان اللي هنشتغل من عليه، ننزل برامج لتليفوننا. واجي في الخطوه دي واقول له بقى ايه؟ هعمل سيت اب للكود جنريتور. هنا في الحته بتاعت السيت اب بتاعت الكود جنريتور دي بفعل برنامج الجوجل اوثنتيكيتور. هفعله ازاي؟ احنا اتفقنا انا معايا موبايل ومعايا الكمبيوتر، فتحت على الكمبيوتر الفيس واتبعت الخطوات دي. جيت بعد كده معايا الموبايل نزلت عليه البرنامج. من البرنامج ده بفتح الاعدادات اللي في البرنامج على اني هضيف حساب. فهيظهر لي على شاشه التليفون علامه كده زي كاميرا مربع كده، وعليه زي باركود سكانر اللي هو لما بتشتري حاجه من سوبر ماركت بتاع الطيره دي، عارفينها هي دي. زيها كده بس هنلاقيها رسمه على شاشه التليفون، الكاميرا فتحت وبتاع راحه جايه كده على شاشه الموبايل مستنيه تقرا حاجه. هتقرا ايه؟ هتقرا باركود. طب هجيب منين الباركود ده؟ من على الكمبيوتر. احنا خلاص عملنا كده، واول ما نقول له سيت اب كود جنريتور هيطلع لي الصفحه دي. الصفحه دي هعمل ايه؟ هروح ماسك الموبايل بتاعي اللي هو موجود معايا زي كده وهوريكم بنعمل ايه. واروح جاي فاتح البرنامج، فاتح البرنامج اللي انا بقول عليه هو جوجل اوثنتيكيتور، واحطه على الشاشه لغايه اما اخلي المربع اللي ظاهر ده في وسط المربع اللي ظاهر على التليفون. هروح ساعتها التليفون عامل تيت زي بالظبط لما بيجي نشتري حاجه من السوبر ماركت، ويظهر لي رقم على الشاشه، معناه ان تم ربط ده بده. يعني تم ربط الموبايل نفسه بالاكونت. الرقم اللي ظهر لي ده هروح حاطه في المربع بتاع السكيورتي كود. كده خلاص تم ربط الاكونت بتاعك بالموبايل. يعني ايه تم ربط الاكونت بالموبايل؟ يعني بدل ما هتجيلي اس ام اس هيبقى عندي برنامج على التليفون نازل. البرنامج ده اسمه جوجل اوثنتيكيتور. لما بفتحه بيديني يقول لي الفيسبوك الكود بتاعه
هتقول لي اه طب ما انا كده عملت ايه؟ يعني انا بقى عندي الايميل اللي بخش بيه والباسورد والكود، طب اي حد هياخد الثلاثه هيفتح الاكونت؟ اقول لك لا، لان هو معاه الايميل ده ثابت والباسورد ثابته، اما الكود اللي بيحصل على تليفونك نتيجه البرنامج كل 30 ثانيه بيتغير لكود تاني والكود ما بيرجعش تاني. يعني لو ساعدتك اديتني اليوزر نيم والباسورد هاجي افتح هيقول لي هات الكود. حضرتك اديتني الكود حطيته فتح، طب بعد 30 ثانيه خلاص لو انا عملت لوج اوت من الاكونت مش عارف اخش تاني. يبقى لو الراجل اللي بعت لي لينك عشان يسرق بيه الاكونت بتاعي خد الايميل والباسورد مش هيعرف يعدي مرحله الكود. ده شكل البرنامج، بيقول لي سكان باركود هيفتح لي الشاشه اللي قلنا عليها بالشريط الازرق بالشريط الاحمر ده وبعدين يعمل سكان. بعد ما بيعمل سكان انا ممكن اكون رابط بقى بالبرنامج ده اكتر من اكونت. طب انهي كود فيهم؟ هو كود واحد؟ لا، الجوجل بيديك كود والفيسبوك بيديك كود، كل حاجه انت رابطها على برنامج جوجل اوثنتيكيتور بتدي لك كود مختلف بيتغير كل 30 ثانيه زي ما احنا شايفين كده. الدايره دي اول ما بيكمل 30 ثانيه الكود بيتغير. طيب يبقى كده انا منعت تماما ان حد ياخد الايميل بتاعي او الفيسبوك او الجيميل. وعلى فكره الايميلات اللي بتتحكم في التليفونات دي اخطر من الايميلات العاديه. ليه؟ الميل بتاع الجيميل بيتحكم في التليفونات اللي عليها الانسان الالي. يعني انا لو فتحت الميل بتاع الجيميل بتاعك هلاقي عليه ايه؟ نمر تليفوناتك كلها، صورك اللي على التليفون، بس كده؟ لا، الرسائل. طب دي اخر حاجه؟ لا، واقف في انهي شارع؟ ايه ده؟ واقف في انهي شارع؟ اه، الاحداثيات الجغرافيه ليك وتحركاتك لايف اشوفها. يعني الميل يعمل كل ده؟ اه، لان انت لو تلاحظ ان التليفون بتاعك اللي عليه الانسان الالي او اللي عليه فاكهه علشان يشتغل اصلا لازم تحط الميل. ولو تاخد بالك هتلاقي الميل اللي بيتحط على الجهاز ده بيقول لك انا هبقى ادمنستريتور على الجهاز. يعني ايه؟ يعني مدير. يعني الناس اللي بتشتغل على الكمبيوتر اكونت الادمن يعمل اي حاجه في اي حته. وبالتالي هو بيقدر يحدد موقعك الجغرافي، تقدر تعمل اي حاجه ريموتلي، يعني التليفون في ايدك وانت موجود في اي منطقه ومن على الكمبيوتر انا اقدر اشوف النمر التليفونات اللي عندك، المكالمات الصادره والوارده مش هسمعها بس هشوف الهيستوري بتاعك. اقدر اشوف الرسائل، صورك اللي على التليفون، موقعك الجغرافي. واعمل ايه تاني؟ امسح لك التليفون. بتحكم في التليفون من الاخر، بعمل اي حاجه. كل ده لمجرد اني خدت الميل. طيب الفيديو اللي معانا ده زي ما شفنا كده بيورينا الخطوات وهوري لكم بعض الصور اهو زي ما احنا شايفين كده جوجل اوثنتيكيتور. هنلاحظ ده معمول على الجيميل ومعمول على كذا حاجه، يعني مش شرط يبقى على الجيميل ولا الفيسبوك، لا جيميل فيسبوك تويتر. فكره الجوجل اوثنتيكيتور ده بيطلق عليها في لغه الحمايه سكند ستيب فيريفيكيشن، يعني الخطوه الثانيه للتاكيد. طيب ايه الخطوه الثانيه للتاكيد وليه بقول لكم المعلومه دي؟ لان في بعض المواقع عندها خطوات ثانيه للتاكيد بس مش جوجل اوثنتيكيتور. زي الهوت ميل بيشتغل جوجل اوثنتيكيتور وبيشتغل ببرنامج ثاني بتاع مايكروسوفت. التويتر الياهو في بعض المواقع ما عندهاش جوجل اوثنتيكيتور بس عندها سكند ستيب فيريفيكيشن ثانيه. يعني السكند ستيب فيريفيكيشن دي اسم الطريقه. اما في حاله الفيس والجيميل والهوت ميل والتويتر، لا التويتر مش من ضمنهم، الجيميل والفيسبوك والهوت ميل وبعض السيرفرات الاخرى اللي عنده ويب سايت هوستنج اللي واخد دومين الكلام ده كله بيشتغل معاه بالجوجل اوثنتيكيتور. طب انا اعرف ازاي الجوجل اوثنتيكيتور ده بيشتغل مع الموقع اللي انا عندي فيه حساب ولا لا؟ بشغل السكند ستيب فيريفيكيشن. هيقول لي عن طريق اس ام اس، عن طريق مكالمه، عن طريق جوجل اوثنتيكيتور، ايا كان عن طريق ايه ابتدي اشغله. يبقى اي اكونت عندي اشغل عليه الخطوه الثانيه للحمايه. تطلع الفركوش ايه؟ مش مهم ايه هو الفركوش، المهم يبقى في سكند ستيب فيريفيكيشن علشان ما يبقاش اليوزر نيم والباسورد راحوا، راح معاهم كل حاجه عندي. في معلومه مهمه ثانيه احب اقولها قبل ما اقفل معاكم الحلقه دي. الميل لما بيضيع بياخد في سكته حاجات كتير. يعني ايه؟ يعني النهارده سعادتك ممكن تبقى الظروف اضطرتك انك تبعت سي في بتاعك لحد، او تبعت بعض الدوكيومنتس المهمه لشخص ما في جهه ما، وعلشان مكسل ان الداتا دي تبقى موجوده عندك على الكمبيوتر فتقول ايه لا انا عشان لو جيت ابعتها لحد تاني تبقى على الميل، فهسيب الداتا على الميل عشان افورورد الميل لاي حد عايز بقى البطاقه، عايز شهاده الميلاد، الورق الرسمي.
فليأخذ الميل ياخد الميل اللي فيه. هقول لكم على حاجات تانية بس في حلقتنا اللي جاية إن شاء الله.